وش رأيك في مقولة المرأة النكدية؟ المرأة النكدية يا ربي بعدنا على المرأة النكدية، خاصة احنا رانا في الجزائر، يعني ما كاش الوقت باش نرتاح في البيت، ولا إذا كان إنسان متزوج مع مرأة نكدية زيت نكد له حياته. فأنا أقول للنساء احترام للأهل والزوج والأطفال، لازم تكون مرأة يعني جميلة بصفاتها بكلماتها بطبخها بكل حاجة باش الإنسان يرتاح في بيته.